وقد كنا نعهد أهل السنة والجماعة فيما نقل إلينا من سيرهم وأخبارهم وأحوالهم أمة واحدة تجمعهم السنة، وإن أديارهم وتباعدت أقطارهم يحنو بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا وإن لم يره، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. ويقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى أيضا: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي.